أهلين، راح أشرح لكم البرونس كوارتز سيندروم. لو عندكم جودة المقطع مو كويسة عدلوها من إعدادات اليوتيوب نفسها. في البداية هذه السيندروم هي عبارة عن هيمسكشن في السباينال كورد، سواء كانت هذه الهيمسكشن في اللفت سايد أو في الرايت سايد. هذه الهيمسكشن راح تسبب لي إبسيلاترال لوس في كل الأشياء اللي وصلها الدورسال كولوم، فايبريشن، فاين تاتش، البروبريسبشن، وكنترولاترال لوس في كل الأشياء اللي وصلها سباينال ثلاميك اللي هي البين والتمبريتشر. عندي أول شيء راح نقسم هذه السيندروم في أشياء في at the level of the lesion و below the level of the lesion. لنفرض أنه هذه هي المدلة، هذه هي البيرامت حقة المدلة، تمام. الحين dorsal column أول ما يدخل يصعد فوق، ولما يوصل للمدلة يصير الكروس أوفر. بالنسبة للسباينوثلاميك أول ما يدخل يصير الكروس أوفر بعدين يصعد فوق. طيب، فلو كان أنا عندي injury في هذا السايد، هم سكشن في هذا السايد، مين اللي راح يتأثر؟ at the level of the lesion كلهم، لا الدورسال كولوم راح يقدر يوصل ولا سباينوثلاميك راح يقدر يمشي، فكل السنسيشن في هذه المنطقة كله lost، ما راح تحس في ولا شيء، لا الأشياء اللي وصلها الدورسال كولوم ولا الأشياء اللي وصلها سباينوثلاميك. طيب بالنسبة للموتر، هذا البرين، هذا الكورتكس، لما تجي الإشارة من الموتر تنزل يصير لها كروس اوفر في البايرامت وتنزل تنزل تنزل لهذه المنطقة. لما تجي تدخل هنا يصير عندي ايش؟ ابر موتور نيرون ليجن. ولما تبي توصل الاشارة للنيرونز اللي هنا يصير هذه النيرون اوريدي صار لها انجري بسبب انها موجودة في هذه المنطقة، فيصير عندي ابر ولور موتور نيرون ليجن كلهم تضرروا اللي مروا في هذه المنطقة، فيصير عندي فلاست باراليسيس، لوست لكل الرفلكسس، لوست لكل شيء، فتكون المسل كومبليتلي بارالايزد. طيب اما بالنسبه هذا at the level of the lesion، اما بالنسبه below the level of the lesion، لو قلنا انه هذا سباينوثلاميك سو كروس اوفر سايد، وهنا كمان الدورسال كولوم سايد، الدورسال كولوم ما راح يقدر يصعد لانه بحيمر في الانجرد ليجن، فحتى below the level of the lesion ما راح تحس بالدورسال كولوم. طيب بالنسبه للسباينوثلاميك سو كروس اوفر ومشى، فخلاص راح ينحس في هذه الجهه at the same side. طيب في الاوبوزيت سايد، في الاوبوزيت سايد لما يجي يدخل سباينوثلاميك سو كروس اوفر يصعد، ما هو قادر يصعد بسبب الانجرد ليجن، فهنا راح يصير lost of the spinothalamic and the opposite side. فهنا in the opposite side spinothalamic tracts loss of pain loss of temperature. بالنسبة للموتر no effect لأن أصلاً the opposite side رح يجيها موتر من the opposite side of the brain، يعني حيصير لها تنزل وصير cross صير هنا، فما رح تمر في the injured lesion نهائي، بس للموتر في هذه المنطقة اللي تحت، يعني هنا لما ينزل الموتر ينزل ينزل هذه المنطقة ما هو قادر يوصل، فيصير عندي lower في same side of the lesion، بيصير عندي lower motor neuron lesion. بس لما يجي ينزل للي تحت at the same side بيصير عندي يكون upper motor neuron lesion، لأن lower كويسة ما فيها injury، لكن upper اللي نازل من تحت ما هي قادرة تمر بسبب إنها injured من هنا، فيصير عندي upper motor neuron lesion في same side below the level of the lesion. فمن the same side below the level of the lesion يكون عندي spastic paralysis. بسبب إيش؟ بسبب أن lower motor neuron تشتغل كويسة، فكل الرفلكس شغالة، بس مو جالس يجيها الأمر من upper motor neuron، فلأنه مو جالس يجيها الأمر فتصير يعني يزيد فيها المسل tone، تزيد المسل spasm يزيد، فكل هذه الأشياء بسبب الرفلكسس الhyperreflexia. وبس إن شاء الله أنكم فهمتوا.